لفيت عليه هيك قلت له لو سمحت شو عم تعمل؟ شيل ايدك عني. طلعت على الشوفير قلت له عمو شو اللي صار وقتها؟ الشاب اللي قاعد جنبي من هناك من هديك الجهة كان يحاول قدر الإمكان يضل يزيح علي حتى بوجود الشنطة اللي هي حاجز بيني وبينه. كان يحاول مثلا يلمسني يلمس إيدي. وإذا بشاب ملتحن يجلس بجانبي. سلام حبايبي، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم بتشوفوا فيديو اليوم. طبعا يا جماعة هاي تاني مرة بعيد الفيديو كامل لانه المرة الاولى كان المايك فيه زنة والله يستر هلأ حاطة المايك ورعوبة، يعني يمكن كل شوي اطفي الفيديو اتأكد. يلا كلياته في داكم اليوم فيديو اليوم موضوع موجود بكثرة وصراحة يعني انا رح احكي فيه بس رح اذكر بعض الكلمات كتابة زي ما تعودنا لانه ممكن يوتيوب يعطيني عليه علامة صفرة لانه موضوع يعني شوي هيك حساس. بصراحة هالموضوع نفسي احكي فيه من زمان بس بتعرفوا يوتيوب مقيدنا احنا صناع المحتوى بمواضيع معينة، يعني يوتيوب احيانا بيقيد محتوانا بعلامة صفر، يعني لا بينتشر الفيديو ولا بيجيب مشاهدات ولا ما يحزنون، يعني كأنه على الفاضي. فموضوع اليوم رح يكون عن اكيد مش الكل بيعرف شو معنى هاي الكلمة لأنه بعرف في أطفال عم بيتابعوني وهالفيديو أنا عامليته عمدا لأني بدي أعلم الصغار قبل الكبار لأنه عنا في المجتمع إشي اسمه عيب نحكي بهاي المواضيع، ما بيصير نحكي بهاي المواضيع، هذا صغير ما بيصير نفتح عيونه على هاي الشغلات، لا بالعكس الأطفال لازم يعرفوا عن هاي المواضيع قبل الكبار لأنهم من أكثر الفئات اللي بتتعرض لهذا الإشي. يعني أنا بالعكس هاي المنصة للإفادة إن شاء الله بثقافة العيب ومع عيب ومش عارف شو بكم منها. العالم في تطور، تكنولوجيا ومواقع التواصل ما خلت اشي، بالعكس خلوا الاطفال عندهم خبرة هاي الشغلات عشان ما يتعرضوا لها تندموا بعدين. طبعا اكيد السلسلة هاي من سلسلة قصص واقعية عني، رح احكي لكم قصص صارت معي بالطفولة بمرحلة 12 سنة 11 سنة واكبر شوي، انه انا نفسي ما كان عندي خبره بهاي المواضيع وما كنت افهم فيها وتعرضت لها كمان انا يعني شخصيا. ما رح استحي رح احكي بكل صراحه وبكل شفافيه عشان كلياتنا نتنور. فقبل ما نبدا هذا الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وشير سبسكرايب لقناتي، اشتركوا بقناتي، فعلوا زر الجرس، ضيفوني على انستغرامي الاصلي هذا وهذا انستغرامي الاحتياطي، رح تلاقوا الروابط بصندوق الوصف تحت. وبسم الله يلا نبدا القصص. اول اشي رح ابدا معكم هيك قصة صغيرة او السبب اللي خلاني احكي لكم هذا الموضوع. قبل فترة كنا انا واختي فطوم قاعدين بمول واجوا مجموعة من متابعاتنا يسلموا علينا. هلا انتم بتعرفوا انا متابعيني ما شاء الله يعني من سن الطفولة للشباب للكبر، يعني للكبار يعني من كل الاعمار، والاطفال صراحة انا بحسهم مسؤولية، المراهقين والاطفال بحسهم كتير مسؤولية، فبهمني كتير احكي بهاي الشغلات لحتى يتنوروا. كنا قاعدين انا وفطوم، بيجوا صبايا من متابعاتي بيسلموا علينا، فمن متابعاتي بنوتة كان عمرها 13 سنة كانت بشعرها، فبتفضفض لي بتحكي لي انه قبل شوي كنت ماشي انا وصاحبتي واذا بشاب يعني شاب كبير عم يلحقها بالمول ومصر انه ياخذ رقمها، وهي لانها سن المراهقة ومش مارقة بكتير امور زي هيك كانت تحاول انها مثلا تسرع بمشيتها الطنشة، يعني باختصار لا كانت عارفة تبهدله ولا تصده ولا تحكي حتى للسكيورتي ولا حتى عارفة كيف تتصرف معه. بتقول لي ضل مصر ياخذ رقمي وانا وقفت قلت له ما بدي اعطيك رقمي. طبعا انا كتير فاهمة شعورها، يعني بعمرها الوحدة ما بتعرف كيف تتصرف بهيك موقف. ضل وراها حس انه يعني هي مش قادرة انها تصده لحد ما هي استسلمت واعطته حسابها الانستغرام، تمام؟ فقالت لي خلص انه اعطته حسابي ومش رح اقبله وبحذفه وما بحذفه من الحكي، بس انه صراحة خفت منه. طب ليه؟ الفكرة المهمة بهذا الموضوع سواء كان عمرك 13 سنة كان عمرك 10 سنين 12 سنة تعرضتي لأي موقف فيه حركشة من أي شاب، أي حدا حاول إنه يتقرب منك أو ياخد رقمك أو صدرت أي حركة معينة منه تجاهك، أهم شي ما تسكتي. طنشتي وما زبط بتلفي عليه بكل قوة بتحكي له عفوا شو بدك مني، قال لك بدي رقمك قولي له ما بدي أعطيك رقمي، إذا ضل وراكي احكي له عادي هاي السكيورتي بناديلك إياه خوفي بس اعملي هيك
سكيورتي لو سمحت احكي بجدية، مش بمزح ولا بخوف ولا بإحراج. قاعدة على السكيورتي، والله بيروح خبر كانا، حرفيا بيروح بخبر كانا. أهم شي حبايبي لا تخافوا ولا تنحرجوا ولا تستحوا. الخوف والحياء والإحراج بهيك موقف هو اللي بيخلي الطرف الآخر إنه يحصل على مراده. فأنا حرفيا حكيت لها هذا الكلام وشجعتها. لما حدا يحكي معك بهذا الموضوع فعليا بيصير عندك طاقة جواتك تتشجع إنك تصد الطرف الآخر. فمن هاي القصة رح أبلش قصصي أنا معكم. ابتدأت القصة. هاي البنت اللي قدامكم اللي اسمها زادة أو زينب، لما كان عمري تقريبا 11 سنة كنت أروح على مركز تحفيظ القرآن. المركز يبعد عن بيتنا تقريبا بالسيارة 5 دقائق أو هيك 7 دقائق، تمام؟ المتعارف عليه إنه إحنا في وسيلة من المواصلات عنا هي السرفيس، السرفيس الأبيض. هذا السرفيس عبارة عن سيارة بيركبها 4 ركاب، تمام؟ فأنا كنت أستخدم هاي الوسيلة من المواصلات بدل التاكسي لأنها أرخص سعراً وقتها ولأني كتير بروح على المركز كنت. فيعني هيك عشان أخفف سعر المواصلات. كنت أروح ذهاباً بسرفيس وأرجع أحياناً مشي أو بسرفيس. أول مرة بتذكر فيها مر علي هيك موقف، كنت هيك 11 سنة تقريباً. هلأ أنا كنت ألبس حجاب على المركز، كنت ألبس عباية طويلة، يعني أنا ما كنت لسه ملتزمة باللبس الطويل، لا يعني بهذا العمر ما كنت ملتزمة، بس احتراماً للمكان اللي بروح عليه كنت أحب ألبس عباية. واحدة من المرات طلعت فيها بالسرفيس. هلأ أنا بس أطلع بالعادة بالسرفيس يا إما بقعد قدام وهو الأفضل يعني، بس إذا ما كان في مجال أقعد قدام كان في راكب كنت أقعد ورا. إذا كان في شاب قاعد جنبي بحط بالعادة شنطة بيني وبينه حاجز، تمام؟ وبحاول قدر الإمكان أبعد عنه. نصيبي كانت وين؟ إذا كانوا في شابين قاعدين جنبي. مرة حظي يعني مش عارف ليش هيك صار معي، طلع بين شابين، والإحراج والشعور بيخزي صراحة، بيخزي كان عن جد. يعني اجى مكاني بين شابين، ويلي ابعد عن هاد ويلي ابعد عن هاد. حطيت بيني وبين هذا شنطه وهذا كنت عم بحاول ابعد عنه قدر الامكان، خلي مسافه بيني وبينه. شو اللي صار وقتها؟ الشاب اللي قاعد جنبي من هناك من هديك الجهه كان يحاول قدر الامكان يضل يزيح علي حتى بوجود الشنطه اللي هي حاجز بيني وبينه. فانا لاحظت هذا الاشي، يعني لاحظت انه هو بيحاول يكون وقح بمعنى اخر يعني. اوكي، مش بس هيك، كان يحاول يمد ايده علي، يعني كان يحاول مثلا يلمسني، يلمس ايدي. انا جديده على هاي الشغلات ولسه أنا صغيرة، يعني مرحلة لسه بداية المراهقة، ما عندي خبرة حرفيا. بس أحيانا أنت بتميز بالشعور إنه هذا إشي غلط، إنه هذا عم يعمل إشي غلط، هذا عم يعمل إشي مش منيح. قدر الإمكان كنت أحاول أبعد، بس للأسف ما كنت قادرة أحكي، كنت خايفة. كان عندي خوف شديد ورهبة وإحراج وحياء، لأنه سن المراهقة بحد ذاته، بداية سن المراهقة بحد ذاته بتصير تغيرات في هرمونات جسم الإنسان سواء للذكر أو الأنثى، بتصير لخبطة هرمونات، بتصير الواحد يحس بحياء كتير، إحراج كتير، خوف شديد، وأمور كتير خليه ما يعرف يتصرف بهيك موقف، خصوصا إذا ما كان في وعي أو ما كان في توعية من الأهل. فأنا ما كانوا أهلي يحكوا معي صراحة بهاي المواضيع أبدا نهائيا. فلي صار إنه أنا كنت أحاول أبعد قدر الإمكان وأنحرج وأستحي، وهو أحس عنده قوة أكتر لما يشوفني مستحية، يتصرف هذا التصرف أكتر، يزيد لما يشوفني أنا خايفة مش عارفة شو أعمل. على خير مر الموضوع، وصلت البيت، نزلت من السرفيس، ضليتني من جوا متضايقة إني ما عرفت أخذ حقي. يعني الموضوع كتير بداية، وهذا إشي كتير بيصير مع البنات. من يومها قلت والله إذا صار معي هذا الموقف مرة تانية والله لأبهدي لقدام الكل وأحرجه وأشرشها، ما رح أسكت. مرت الأيام وظلتني أطلع بهاي الوسيلة المواصلات عبن ما صار معي موقف تاني. إن شاء الله ما هم أغلب الشباب عبارة عن نسخ مستنسخة بالتفكير والحركات وتصرفات للأسف الشديد، يعني إلا من رحم ربي. انعاد معي نفس الموقف يا جماعة، بس هاي المرة شو تصرفت؟ كان الشاب اللي طالع جنبي من جنسية أخرى، تمام؟ كنت حاطة الشنطة حاجز بيني وبينه وبلش يقرب كتير مني وحاول إنه يلمس بإيده مثلا إيدي أو يحاول يلمسني أو كذا، يحاول باختصار إنه يعني يتحركش فيه أو يلمسني بطريقة معينة. هون أنا شو عملت؟ فورا أجتني ردة فعل داخلية، حسيت بغضب جواتي، بسرعة بدي أتصرف. لفيت عليه بسرعة هيك بغضب وبقوة وبحزم، لفيت عليه هيك قلت له لو سمحت شو عم تعمل؟ شيل إيدك عني. طلعت على الشوفير قلت له عمّا، وهذاك يولول يولول والله يولول. كان صرنا ماشيين بالسرفيس بجزء شوي كم متر بس، يعني لسه ما صرناش دقيقتين بالسرفيس بالضبط، وأحكي هيك والله لا يورجيكم شو يصير فيه. يعطيك العافية بدي أنزل، يعطيك العافية. لسه السرفيس ما وقف، والله ما وقف، لسه هيك عم يمشي عم بيصف قاعد، هذاك صار فاتح الباب وراكض ونازل وكل شيء. طلعت هيك قلت تفو بدي أحكي. يعني الإشي الحلو بالموضوع إنه أنتي أيتها الأنثى الجميلة شو ما كان عمرك شو ما كان سنك، تصرفي، احكي، لا تخافي، لا تنحرجي،
واجهي. لما تسكتي عن المواجهة تعطي الشخص اللي قدامك فرصة انه يتعدى، فرصة انه يخبص، فرصة انه يتصرف معك بهذه الطريقة. فأنا حرفيا انبسطت، حسيت حالي من هذا الموقف بلشت شخصيتي تقوى. ترى على فكرة كنت لابسة عباية وحجاب، يعني هاي المواضيع مش بس بتصير على البنات اللي مش محجبات او اللي لبسهم مش ساتر، لا، هاي المواضيع كمان ممكن تصير على المحجبة واللي مسترة نفسها، مش لانها هي غلط، لا، لانه الشخص اللي هو بتصرف معها هيك مريض، انسان مريض، وانسان ما بيخاف الله. ولكن اذا كنتي مش محجبة ولبسك غير ساتر فهو خلينا نحكي بيزيد هذا التصرف تجاهك عند الاشخاص المريضين. بس حابة انوه على شغلة، شو معنى كلمة، شو معناها للأطفال اللي عم بيتابعوني؟ هاي الكلمة معناها إنه شخص معين سواء كان أكبر منك أو قدك أو شو ما كان عمره، مش أكيد مش بيبي طفل، يعني شخص واعي عم يحاول إنه يلمس جزء من جسدك، إيدك، ملابسك، يقرب عليكي، يعمل تصرفات مو منيحة معك أو معك. أنا بحكي كولد أو كأنثى، الكلام موجه للذكور كمان لأنه كمان عندي قصص عن الذكور. يعني باختصار هاي الكلمة معناها إنه أي شخص يحاول يضايقك سواء كلمات لفظياً، يحكي لك كلمات مو منيحة، يتغزل فيك بطريقة مو منيحة، أو يحاول يضايقك جسدياً، يلمس إيدك، يلمس جزء من جسمك، أو يحاول يتودد إليك بطريقة مش مريحة. فالتصرف الصحيح إنك ما تسكتي، تواجهي، ما تخافي، ما تنحرجي. مواجهة، المواجهة، المواجهة أهم شيء. دائماً إلجأوا للأشخاص اللي أكبر منكم، اللي أوعى منكم، احكوا لهم، دافعوا عن نفسكم، ما تسكتوا أبداً. الموقف الثاني نعاد برضو بالسرفيس، بإحدى المرات اللي كنت برضو رايحة فيها على المركز بس مش معي، مع بنت قد عمري، تخيلوا. كنت أنا قاعدة بالسرفيس على هاي الجهة اللي هي عند الشباك، وهي بالنص جنبها شاب، ويا حرام هي مش حاطة بينها وبينه حاجز، يعني شنطة ولا إشي. أنا من وأنا صغيرة فتحة، بحب أراقب، أشوف يعني إذا في إشي غلط بحب أدافع عن غيري، ما بحب أسكت. يعني طبعا هذا الحكي لما كبرت شوي، مش بالطفولة، الطفولة كنت ممسوحة الشخصية تماما. اللي صار إنه نفس اللي صار معي، كان يحاول يلزع البنت يقرب منها، وهي حرام ضلت تبعد عندي. فأنا عرفت من لما صارت الزيحة علي، عرفت إنه في إشي غلط، لفيت هيك بطريقة حدقة، شفته عم بيحاول يقرب عليها وبلش يمد إيده. تمام، طبعا انا هون قلت يلا يا زينب بتصرفي، لفيت بصوت عالي ولفيت هيك عليها، قلت لها ايش في حبيبتي، في حدا عم بيضايقك؟ حطي الشنطه بينك وبينه، ما تخافي، اذا عمل اي شيء احكي للشوفير فورا. عم اسمع الكل، طبعا فضيحه، انا بهاي المواقف بعرفش حدا فالبنت انبسطت، يا حرام حست انه في هيك وسيله انقاذ. مش مجرد ما بلشت احكي لقيته لزع على الشباك، لزق فيه وهيك، حسيت شوي بده يطلع من الشباك ورجع ايده مكانها زي كانه ما عمل اشي، وصار وسع هالقد بينها وبينه. لفت علي زي هيك قالت لي شكرا، بش شوي الا هو نازل من السرفيس. لفت عليها قلت لها اصحك تسكتي، مره صار معي نفس الموقف فضحته، اصحك تسكتي. فحسيت البنت كثير انبسطت الحمد لله، وحسيتها هيك تشجعت وعرفت كيف تتصرف. اسمع، اول شيء اختم سلسلة قصص السرفيس بعدين ننتقل للقصص الثانية، اوكي؟ القصة الأخيرة بالسرفيس اللي صارت معي، يعني هاي القصة كانت الطامة بالنسبة لإلي، رح أحكيها عشان تتعلموا وما تاخذوا مقلب بشكل الأشخاص، سواء كانت منقبة، كان ملتحي، لا، أبداً أبداً المظهر ما له علاقة بأخلاق الشخص، ممكن يكون عادي، يعني شخص بتشوفوه أحسن ما يكون ويكون أخلاقه صفر، أو يكون عنده أخطاء، أو يكون عنده عيوب، تمام؟ يوم من الأيام الطامة الكبرى، الطامة، يوم من الأيام طلعت بالسرفيس برضو، كنت بسن أكبر شوي، تمام؟ وإذا بشاب ملتحن يجلس بجانبي ولابس دشداشة ولابس حطة وعقال، يا جماعة أنا قلت يعني شيخ، يعني لما تشوفوا حدا ملتحي بتقول يعني شيخ، يعني أهون بلا من أي شاب فايع يقعد جنبي. طلع الموضوع أبدا مش هيك، وأبدا مش زي ما فكرت، طلع الموضوع أنيل، والله أنيل. أنا قاعدة بأمان الله وحاطة الحاجز وهو مش عاجبه، أبدا مش عاجبه إنه حاطة شنطة. تخيل إنه صار يزيح بالشنطة ويقرب، بدي أسب مسبة بس مش قادرة. أنا انصدمت، أنا اسمع ويلي ويلي الصدمة، ويلي أستوعب، يعني الموضوع أخذ معي وقت لحتى استوعبت حرفيا. والله العظيم يا جماعة، يعني قرب مني ويحاول يشيل الشنطة، نفس الحركات، نفس مخ الشباب اللي قبله. إيش فيه؟ وين إحنا؟ وين إحنا؟ ما عندكم خوات؟ يعني انتم ما عندكم اهل؟ ما عندكم ام؟ ما عندكم بنات تخافوا عليهم؟ مش خايف انه بيوم من الايام اختك حدا يعمل فيها هيك؟ يعني مش قادره افهم. انا كان بيني وبين البيت دقيقتين او ثلاث دقائق، الموقف هذا صار بهذه الفتره، يعني كنت كتير قريبه من بيتي، فهو بس كان يحاول يعمل هيك وانا ازيح، احاول ازيح واجحره واتقفف، يعني لسه هون انا بحاول استخدم الوسيله، كنت شوي يعني ها
احاول اتقفف ازيح ابدي انزعاجي. لسه ما حكيت انا، قلت السيرفيس يعطيك العافيه، خلص اجى وقت نزولي، يعني ما كان معه وقت كتير انه يعني يتصرف اكثر من هيك. طمي الكبرى اني بس نزلت يا جماعه، بس نزلت هو نزل انا نزلت وراه وهو بزت لي كلمات، بلش يتغزل وبلش يزت كلمات يعني عيب. انا اطلع هيك شايفه زلمه ملتحي قدامي عم بيحكي كلمات غزل مش ضابطه معي ابدا كانت، طلعت عليه من فوق لتحته، كنت يعني لسه بسن صغير يعني مش قادره اسب عليه صراحه، لو هلا شو كان شرشحته، بس يعني طلعت عليه هيك من فوق لتحته انصدمت، بلش يزت كلام يسعدها ما احلاها، يسعدك ما اسكاكي وما احلاكي، وك تفو عليك. فكرة من هاي القصة القصيرة الحزينة يا جماعة انه ما تاخذوا مقلب بالاشخاص بالمظاهر، لا 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 ابدا نهائيا. اجت سيارة الغاز نهائيا مش وقتك ابدا. فباختصار ومع قدوم سيارة الغاز الجميلة بحب احكيكم انه المظاهر خداعة ولا تنخدعوا بالمظاهر. نسكر قصص السرافيس ونبلش بالقصص الثانية. القصة اللي بعدها وهي قصة كتير مهمة بعتتها لإلي واحدة من متابعاتي صراحة وشجعتني كتير إني أحكي بهذا الموضوع. القصة وما فيها إنها هي أم عندها ولد في الصف الثالث الابتدائي، تمام؟ هاي الأم ابنها دايما بيطلع يلعب مع أولاد الجيران، أولاد الجيران أكبر منه سنا، والأم هاي كانت تلاحظ دايما إنه طفلها لما يرجع على البيت بيرجع مش طبيعي، ما له إشي غلط، تصرفاته مش طبيعية. تقولي يوم من الأيام يا زينب رجع ابني بالليل وكنت نايمة، وأنا نايمة بالليل ابني بصحيني من النوم وبحكي لي ماما ماما قومي انا لازم احكي لك شو صار معي، انا عم بيصير معي اشي كتير كتير مش منيح وانا مو عارف كيف اتصرف بس لازم احكي لك. الام خف عقلها قالت الله يستر يا رب، تحاول مع ابنها يحكي والابن يحاول يحكي ويتأتأ عبل ما سحبت منه الكلام. شوفوا شو بيحكي لها، بيقولها يا ماما كل ما اطلع العب مع هدول الاولاد بيعملوا اشياء مش منيحه معي وانا ما بقدر اعمل اشي، انا بخاف منهم وبخاف احكي لك ومش عارف شو اعمل. فطلعوا هدول الاولاد عم يتصرفوا مع هذا الطفل هاي التصرفات اللي مش منيحة اللي مش قادرة احكيها هون لاني انا مقيدة هون بهذا الفيديو، ولا بيبو من الاشارة يفهموا. الام هون بلشت توعية لابنها وتقول له يا ماما ما تخاف واجه احكي ما تسكت ما تنحرج اهرب تعال احكي لي فورا. بلشت هون الام توعي ابنها ما تخلي حدا يلمس بنطلونك، ما تخلي حدا واحد اثنين ثلاث فاهمين علي، اي حدا بيحاول يعمل معك تصرفات عيب او مش منيحة فورا تعال احكي لي وما تخليه، اهم شيء حبايبي ما تسكتوا. الفكرة من الموضوع انه الطفل هذا لما قربت المدرسة صار عنده خوف انه يروح على المدرسة، ما بده يروح على المدرسة، صارت شخصيته ضعيفة، صارت شخصيته مهزوزة، نفسيا الولد تغير، كل يوم بيحكي لأمه يا ماما انا مش قادر انسى، انا ليش هيك صار معي؟ على الرغم انه هدول الاولاد اهلهم كتير مناح، سمعتهم كتير منيحة، فمو شرط اذا كانوا الاهل مناح معناته اولادهم مناح، خصوصا الاولاد اللي بيكونوا كبار او بسن المراهقة، انتبهوا لهي الشغلة، ما تأمنوا على اطفالكم يلعبوا مع اولاد الجيران على اساس انه اهلهم كتير مناح، لا لا ابدا مش هيك الموضوع ابدا، خلوا في رقابه خلوا في توعيه دائما. الام وصلت لمرحله انها بدها تقوي شخصيه ابنها، تحاول تدخله بنادي تايكوندو كونغ فو، تحاول تدخله بحلقات تحفيظ القران بالمسجد، تنمى عنده الوازع الديني، تنمى عنده الشخصيه القويه بالتدريب، تحاول قدر الامكان تنمي وتوعي ابنها وهي كمان تحضر فيديوهات بحيث انها تقدر توعي ابنها. بالمختصر المفيد انا بهمني لب القصه والعبره منها، ما تامنوا على اي حدا اطفالكم يلعبوا معه، ثانيا خلوا في رقابه، ثالثا اقعدوا مع اطفالكم اسالوهم ووعوهم على هاي الشغلات، هاي المواضيع فيها ندم اذا انت ما حكيت مع طفلك وما فهمته وصار ما صار معه لبعدين. القصه الاخيره، انا كنت يوم من الايام رايحه على الجامعه، كنت يمكن سنه ثانيه بهاي الحدود، الحمد لله شخصيتي معروفه عنها يعني قويه بهاي الشغلات، كنت ماشيه في امان الله، نزلني السرفيس في مكان ونزلت بدي اكمل مشي لحد ما اوصل لباص الجامعه، تمام؟ وانا بالطريق كان في شابين، يعني هلا انا مبين علي بنت ملتزمه تمام؟ يعني مبين بدهاش اثنين يحكوا فيها، انا بالعاده لما امشي يا اما بتطلع للامام دايركت بضلني للامام ما بتلفف كثير وبطلع حوالي او اني بحط عيوني بالارض وبمشي، بس بحزم يعني ما بيكون باين علي مثلا خجلانه او مستحيه، يعني مثلا احيانا سوري يعني بحس في بنات يكونوا ماشيين بالطريق وهيك خجلانين يعني ايش في يعني حبيبتي ايش في، هاي طريق الطريق هاي بتلاقي فيها اشكال الوان، اذا كانت شخصيتك ومشيتك مبين عليها الحرج او الحياء، الحياء مش الحياء الطبيعي، الحياء اللي بيخلي الطرف الاخر مثلا يعطيه مثلا مجال انه يزت لك كلام معين، لا فانت اشتغلي على حالك من هاي الناحيه، هاي اول شغله. لما تمشي خلي مشيتك رزينه قويه ومعطيه شعور للاطراف اللي حواليك انه انت بنت قد حالك، باختصار هاي هي معناها، هاي بدي اوصل لها. انا ماشيه بهاي الطريقه ومع ذلك شوفوا شو صار، شبين زتوا كلام غزل
تمام، ما أسكاها ما أحلاها، يسعد دينك، مش عارف شو، بلش يزدوا كلام ويزودوا. هلأ أنا بالعادة بطنش وبمشي، بس هون يعني الموقف لا يستدعي التطنيش أبدا. شوفوا شو صار، ماشي وصار يمشوا وراي ويزدوا الحكي وهم وراي. أنا هون قلت لا تعال تعال تعال، شوف شو سويت، هم واقفين وراي، وقفت مكاني وقلت هي الشغلة مطولة، لفيت عليهم. طبعا لفيت بعصبية وبقوة برباطة جأش، اوكي. واحد منهم بتغزل والثاني ساكت وماشي معه. لفيت على اللي بتغزل، لفيت عليه قلت له يا وقح مطول، ما عندك خوات انت؟ بتحب انا ديلك الشرطي؟ يا وقح يا وسخ يلي ما بتستحي على دمك. اسمع، ما خليت والله ما خليت، لدرجة انه الشاب حزين ندم ندم انه صار يتغزل فيه. اسمع وحياة الله، شوف شو صار فيه، صار وجهه احمر 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 مثل الدم، وصاحبه صار يتمسخر عليه، صار يلف عليه وصار يضحك عليه ويتمسخر عليه. والشاب من كتر الحياة الخوف والصدمة مني، انا بحكي وهو برجع لورا وبنسحب وبركض قاعد، يعني بهرول صار، وصاحبه ماشي معه وبضحك عليه وبتمسخر عليه. فيا عزيزي الشاب، ما تحطش نفسك بمواقف بيخة، احسن لك، انت اللي حطيت نفسك بهذا الموقف وبتستاهله. اذا بتسكتوا عن هيك موقف رح تنأذوا وتفتحوا المجال لغيركم انه ينأذى، تعطوا الفرصة لهدول الأشخاص المريضين إنه يأذوكم يأذوا غيركم. إذا صار معكم هيك موقف لا تسكتوا، لا تخافوا، واجهوا وما تنحرجوا. هو الشخص الغلطان، الشخص اللي بتصرف هيك تصرف شخص مريض، مريض حرفيا مريض، ولازم يتحاسب. القانون بيوقف معك، القانون بيوقف معك. فحبايبي هدفي من كل الفيديو التوعية، الأهل وعوا أطفالكم، المدارس اعملوا حصص مخصصة للتوعية بهاي المواضيع عشان نكبر بمجتمع واعي تماما بعيد عن هاي التصرفات المريضة، ونخلص من هدول الأشخاص المريضين. هاد كان يا حبايبي الفيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، وبعرف إني طولت عليكم. لا تنسوا اللايك، انشروا الفيديو بكل مكان، لا تنسوا السبسكرايب لقناتي واضغطوا على زر الجرس فعلوه عندكم. وإذا صار معكم موقف من هاي المواقف اكتبوا لي تحت بالكومنتات. أحبكم كتير ومع السلامة. اجت سيارة الغاز، شو أسوي؟ ألطم، مش قادر يتكمل هالفيديو. يلا روحي روحي.